هل سمعت ب50,000 طائر يقلعون في نفس اللحظة؟ هذا ما يحدث مع طائر الزرزور. لدى هذه الطيور قدرة هائلة على التنسيق يتفوق بها على أي اختراع بشر، فهي تتواصل مع بعضها وتشكل لوحات هندسية ثلاثية الأبعاد دون أن تصطدم أو تخطئ. لذلك أنا معي فيديو هنا، تأمل معي هذا الاستعراض الرائع لطيور الزرزور، كيف يرسم هذه اللوحة. تصور هؤلاء أو هذه الطيور عددها أكثر من 50,000 طائر، تعمل بدقة مذهلة، يطيرون بتناسق عجيب. إنهم يقومون باستعراض رائع أمامنا بالفعل، كيف لا يصطدمون لا نعلم. لماذا يرسمون هذه اللوحات الرائعة؟ هذا اللغز حقيقة حير العلماء، ولكن يعتقد البعض أن هذه الطيور كائنات اجتماعية جدا وتعمل ككتلة واحدة لا تنفصل. على الرغم من طيرانها بجوار بعضها، إلا أنه لا تحدث أي صدامات أو أخطاء أو مشاكل، على عكس البشر. حقيقة عندما يكون لدينا استعراض لعشر طائرات أحياناً تحدث تصادمات، فما بالك ب50,000 طائر؟ سبحان الله، يعني شيء يحير العقل.